مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة. رحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة من الإعداد الزملاء عبدالله المحضار وعثمان الصولي. ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نذكركم بأرقام التواصل اللي حبي يتواصل معنا في برنامج الجولة على STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. بعيدها مرة ثانية لأنه في بعض الرسائل تجيني إلى الآن إلى قبل يومين تجيني رسائل في تويتر أن لا تقول الأرقام بسرعة أو حاول تكررها أساس نقدر نشارك معك. STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. ربع تويتر اللي حاب إنه يشارك معنا يكتب طلب المشاركة في هاشتاج الجولة، الجولة باللغة العربية، هاشتاج الجولة على تويتر، يدخل ويطلب المشاركة وإن شاء الله بنرجع نتصل عليه في برنامج الجولة اليوم اللي فيه طبعا كثير من المواضيع اللي راح نتكلم فيها واللي من أمس إلى قبل أمس طبعا مباريات الجولة الثالثة حملت بعض الأمور سواء على المستوى التحكيمي أو حتى على مستوى الأندية وترتيب فرق عبد اللطيف جميل أو حتى على مستوى عكاز سالم الدوسري اللي بنتكلم فيه اليوم، وراية رجل الخط دائم نايمة. ليش نايمة؟ نبي نقول ليش في اللي صار في مباراة أمس، ونتكلم عن قطبي العاصمة المتصدر والثاني الهلال والنصر، كاس فيصل وحكام آخر زمن، كله في برنامج الجولة اليوم. ترتيب فرق عبد اللطيف جميل، الهلال في المركز الأول يتصدر الترتيب بتسعة نقاط، يليها النصر، طبعا هذا كله بثلاث جولات. النصر في المركز الثاني 7 نقاط، المركز الثالث الاتحاد 6 نقاط، المركز الرابع الشباب 6 نقاط، الخامس الأهلي 5 نقاط، السادس التعاون 5 نقاط، السابع الفتح 4 نقاط، الثامن العروبة 4 نقاط، التاسع الاتفاق ب3 نقاط، العاشر نجران 3 نقاط، 11 الرايد 3 نقاط، 12 الشعلة نقطة واحدة، الفيصلي والنهضة أيضا كلهم يعني آخر 3 مراكز كلهم بنقطة واحدة يفرقون في فارق الأهداف. الهلال والنصر يذكروننا بأيام الزمن الجميل، يعني زمن الهلال والنصر أو النصر والهلال، دايم التنافس والتواجد على هرم الفرق. نشوف أن في بعض أحيان نشوف قطبي جدة الاتحاد والأهلي أو الأهلي والاتحاد نشوفهم يسيطرون على النهائيات في البطولات المحلية الآن، وفي في وقت مضى طبعا وفي وقت مضى أيضا الفترات مختلفة نتكلم على هلال ونصر ويدخلون بعض أحيان، يعني يكون في التنافس يختلف دائم، تلاقي ممكن في بعض أحيان، وهذه استمرت لفترة طويلة لين فترة قريبة بين الكلاسيكو الكرة السعودية هلال والاتحاد، دائم تلاقي واحد منهم موجود على النهائي، إذا ما كانوا الاثنين إذا ما تقابلوا في نصف النهائي أو في ربع النهائي تلاقي موجود، أو حتى في الدوري على آخر المباراة تلاقي واحد منهم موجود، أو تلاقي مثلا النصر والأهلي أو النصر والاتحاد في مثل هذا، نتكلم على الأندية الجماهيرية، لكن الآن نتكلم على الديربي أو قطبي جدة أو قطبي الرياض. دائما الأهلي والاتحاد في سنوات عديدة تلاقيهم مثلا تواجدوا في أكثر من موسم متتالي أو غيره في النهائيات، دائما تلاقيه في كأس ولي العهد قبل إقرار كأس ولي الملك بنظامه الجديد، وتلاقيه أيام المربع الذهبي ممكن يلعبون، لكن
أيضا الهلال والنصر قطبي العاصمة تلاقيهم في فترات طويلة كانوا موجودين، لكن مع ابتعاد النصر لسنوات عديدة عن المنافسة يمكن هذا ما خلانا نشوف الأشياء اللي تعودنا عليها من الهلال والنصر أو النصر والهلال، لكن أتمنى إن شاء الله أنها ترجع مرة ثانية لأن هذا في صالح الكرة السعودية. وشفنا مستوى النصر، والنصر في أول ثلاث جولات هذه يمكن قلناه من نهاية الموسم الماضي، وقلناه أول ما رجعنا قبل لا يبدأ الدوري تقريبا بأسبوع أو بعشر أيام، أن اليوم ابتعد أو تبتعد إدارة نادي النصر وتحديدا الأمير فيصل بن تركي عن التصريحات وعن المهاترات، شفنا التركيز في نوعية التعاقدات، اختلاف التعاقدات بالنسبة لنادي النصر خاصة الصغار في السن، يعني نتكلم أنه أول كان متعارف عليه في نادي النصر أن الصفقات دائم لكبار السن اللي ما له مكان في نادي، لا الآن الوضع مختلف، نشوف نادي النصر يجمع. صحيح أنا مثلا نتكلم عن محمد نور، لكن محمد نور راح، محمد نور ما بعد انتهى يعني، راح والرجال يعني قادر على العطاء. نتكلم على مثلا الصغار في السن، نتكلم على أعلى صفقة في الكرة السعودية، نتكلم على يحيى الشهري هذه موجودة في نادي النصر، نتكلم على عبد الرحيم جيزاوي لاعب متمكن نشوفه أيضا في نادي النصر، على مستوى اللاعبين الأجانب يعني كل نتكلم على ربيع سفياني في نادي النصر وإلى الآن ما بعد بدأ، راح يكون في الفترة القادمة، فأتوقع أن نادي النصر توقعنا له قبل بداية الموسم عطفا على الاستعداد والتعاقدات وغيرها وغيرها، أنه في تركيز من نادي النصر إن شاء الله أنه يكون منافس بقوة. نرجع ونقول هذا صالح الكرة السعودية، وهذه ما هي بغريبة على نادي النصر، نادي بطولات، نادي تاريخ ونادي أمجاد، وأكيد أنه يتواجد وهذا هو مكان الطبيعي. روح المتصدر نادي الهلال، نادي الهلال نفس الموضوع، نادي الهلال موجود على الساحة ما غاب عنها، ونرجع نفس الكلام احنا قلنا على هذا مكان الطبيعي وهذا من المفترض يكون في نادي الهلال. نادي الهلال حصلت له هزات كثيرة، نتكلم على سنتين أو ثلاث سنوات، وخاصة بعد رحيل جيرتس كمدرب على رأس الهرم الفني في نادي الهلال، شفنا أن كثير من هزات اللي صارت النادي الهلال سواء على مستوى التعاقدات، على مستوى حتى اللاعبين المحليين، حتى على مستوى اللاعبين الأجانب، حتى عن التنازل عن بعض اللاعبين صارت فيه مشكلة إدارية ومشكلة فنية. نشوف الآن مع تواجد سامي الجابر، وإحنا تكلمنا في فترة الماضية سامي الجابر عقلية ما هي بسهلة، سامي الجابر الآن نشوف اللي قاعد يسوي سامي من ثلاث جولات قاعد يفرض نفسه وفي بصمة لنادي الهلال. في ناس يقول لك ان الهلال ما ظهر بمستوى في مباراة الاتفاق، طيب نرجع يا جماعة الخير للهلال ايام كومبواري، ونرجع للهلال ايام اللي قبل كومبواري سواء دول او غيره. هل الهلال فاز على الاتفاق بثلاثة؟ يعني اللي نتكلم على ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة أو خمسة خمسة، هذه النتائج كنا نشوفها مع الهلال مع جيرتس صح ولا لا؟ لكن مع كومبواري ومن هم على شاكلته ما كنا نشوفها. الآن سامي الجابر قاعد يعيد نادي الهلال يعني لمعان وثلاثة العلامة الكاملة، يعني من ثلاثة مباريات ثلاثة انتصارات، وهذا شيء جيد بالنسبة لنادي الهلال وتحديدا سامي الجابر كمدير فني لنادي الهلال. الهلال أقوى هجوم، وهذا يعطينا انطباع أن هجوم الهلال قوي بتسعة أهداف، أيضا أقل أو أفضل دفاع دفاع النصر، وهذا يعطينا أيضا انطباع أن نادي النصر على مستوى محاور الارتكاز، على مستوى الدفاع، على مستوى السناتر، قاعد عبدالله العنزي أيضا كحارس مرمى طالبنا فيه أن يكون متواجد في المنتخب السعودي، فهذا جيد بالنسبة لقطباء العاصمة الهلال والنصر الأول والثاني، الأقوى هجوما والأقوى دفاعا. نروح الموضوع الكاس الأمير فيصل، كاس الأمير فيصل مباراة الهلال والفيصلي، الهلال والفيصلي تأخرت المباراة، كانت مباراة من المفترض أنها تبدأ الساعة 5:30 العصر، المفروض تبدأ المباراة تأخرت 5:10 المفروض تبدأ المباراة، وتأخرت بسبب وبدت الساعة 5:30 عفوا بسبب الحكم، تأخر حكم الساحة ليش ما ندري، يعني اختلفت الأقاويل، في ناس يقول لك كذا، في ناس يقول لك حجز، في ناس يقول لك لا والله في أسباب ثانية، بس عموما أنه تخيلوا يعني مثلا نتكلم على بطولة مثل كأس الأمير فيصل بن فهد، الحكم يتأخر ما في حكم بديل، والمفروض طب وين الحكم الرابع
طب وش صار؟ المفروض أن يكون في خلينا نقول بديل جاهز في حالة الطوارئ إذا كان الحكم ما حضر، هذا المفروض من لجنة الحكام وأيضا في الاتحاد السعودي وش المفروض يكون البديل. لكن أنا أنتظر لين يجي وقت المباراة. معقولة طيب قبل المباراة بخمس دقائق، قبل المباراة بعشر دقائق ما في الحكم الحكام ينزلون لأرضية الملعب قبل ما ينزلون اللعيبة التسخين، يشيكون على الملعب، يشيكون على البيبان، يشيكون على الشبك، هذه كلها طيب شافوا أن الحكم تأخر، يعني كيف الوضع؟ يعني أنا ما أدري، هذه نشوف عمر المهنة يعني شلون بيلاقي لها مخرج، لأن احنا حاولت يعني في أنا الأسبوعين اللي راحت هذه دورت العمر المهنة على كثير من المخارج لن تعبت، لكن لين هنا أن مباراة تتأخر 20 دقيقة عشان حكم تأخر، الغايب عذره معه، إن شاء الله الله يستر عليه وإن شاء الله يكون بصحة وعافية، ومهما كان السبب أنا ما عندي سبب واضح وصريح، بس أنا أتكلم أنه من المفترض أنه الحكم إذا تأخر مفروض من طاقم الحكام الخاص بالمباراة المفروض أنه في حكم موجود جاهز لمتى هذه الأمور. طب الحكم أصيب لنفذ، حكم الساحة لو أنه جاء في وقته وبدأ تباطل الحكم من البديل، وتخيلوا أنه المباراة بدأت الساعة 5:30 والحكم اللي جاء حكم من خارج طاقم حكام المباراة، يعني تدبروا لهم حكم من برا، رأيكم في هذه حكام آخر زمن ولجنة تحكيم آخر زمن أيضا. والله البطولات المحلية السعودية للأسف يعني قاعدين نشوف أشياء يعني صراحة ترفع الضغط، يعني نشوف مثلا لاعبين ما يحضرون، ولا نادي يسحب لاعب من وسط المعسكر حق المنتخب الأولمبي، تعال والله روح المنتخب ومتى ما احتجتك بسحبك من المعسكر. والله يا جماعة الخير هذه ترى تصير في دول ما لهم في كرة القدم ولا عندهم نظام ولا عندهم أي شيء. أحمد عيد أبو رضا اللي قاعد يصير لازم يكون فيه يعني مواقف، ترى كل ما تسكت كل ما يكون فيه تمادي أكثر. يعني أتكلم معليش مع احترامي في ناس يقولك لا والبطولة التضامن الإسلامي ولا معسكر المنتخب ولا يا أخي النظام، حتى لو هم رافضين الأندية المفروض تقعد مع الأندية وتشوف إيش البطولات اللي هم رافضينها وإيش البطولات هذا، تعاون مع الأندية، بس قبلها لا تفرجون الناس علينا. هذا اللي قاعد يصير الصراحة، يعني مفروض إنه ما يصير في دولة محترمة يعني كرويا ورياضيا، يعني خلاص إنه ما زال قدام الناس. الأردنيين ذاك اليوم يتفرجون علينا والآن المباراة تتأخر 20 دقيقة عشان ما في حكم، الحكم تأخر. يعني أحمد عيد أنت رئيس الاتحاد السعودي والرابطة أيضا، بس الرابطة يقول لك احنا والله عبد اللطيف جميل وفي رابطة خاصة بدوري الكاب ندخل معهم في مهاترات، تكلم على الاتحاد السعودي منظومة كرة القدم مسؤولية الاتحاد السعودي، وين أحمد عيد عن مثل هذه القرارات؟ مثل الأشياء اللي صارت الأمير نواف يوم طلع قال أنه موضوع المرأة ودخول المرأة وتصريح عدنان المعابد وراح يكون في مساءلة وراح يكون في تحقيق، وش صار على التحقيق؟ قفل قفل بس قولهم تحقيق وخلاص وقضينا. الله يعيننا ويعينكم. نروح على موضوع فترة علاج سالم الدوسري وعكاز سالم الدوسري اللي سبب ضجة في الإعلام السعودي أمس. بصراحة احنا تواصلنا مع الأطباء المنتخب السعودي وش طلع من النتيجة. قبلها نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب إنه يتواصل معنا في برنامج الجولة، STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 6305 90 زين 73 22 22. قبل ما أبدأ في موضوع سالم الدوسري رجال الخط، هذه أنا تذكرتها يعني ودي أتكلم فيها بكل أمانة. يعني شفنا أمس مباراة الهلال والفيصلي، يعني بغض النظر والله يا جماعة الخير أنا ما بدي قاعد أتكلم عليها، بس أنا أتكلم أنه رجال الخط صاروا الآن يعني يحطون الحكام في مواقف لا يحسدون عليها بكل أمانة. يعني شفنا في مباراة الأهلي وشفنا في مباراة حتى الهلال والاتفاق، وشفنا في أشياء يعني تكون مثار جدل، يعني بقول لك والله اللاعب تقدم بيده خطوة أو ربع خطوة كذا، تقدم كذا بيده أو بجزء من الجسم، فهذه ممكن نعذر الحكم أو اللاين أنه ما يشوفها حتى بعد الإعادات، حنا ما نشوفها، فهذا شيء مقبول يعني تأخذ فيها أخذ ورد، وفيها أنه الحكم ممكن يتخذ القرار في جزء من الثانية، فهذه ممكن نعذر الحكم فيها. لكن نتكلم على حكم اللي صار مثلا في هدف نصر الشمراني أمس، نص متر اللاعب بعيد عنه، يعني ما في حتى شك، يعني اللاين يعني واضح انه نايم،
يعني تخيل يعني مو مسألة إن والله فيها شك ولا جزء من الجسم، لا نتكلم على نص متر اللاعب متأخر عن المدافع، يعني هذا معناته أن اللاين نايم ما لها أي حد، أو أن ما انتبه لها. أيه نايم أكيد، عشان كذا ما انتبه لها فقام رفع الراية، قال والله عشان لا أدخل في شيء خلنا نرفع الراية وقضينا. تخيلوا يعني. عموما نروح لموضوع سالم الدوسري. موضوع سالم الدوسري يعني صار فيه لغط كبير بصراحة. أنا تعبت وتواصلت مع إداريين المنتخب وحاولت أني أوصل لمدير المنتخب، يعني سالفة طويلة عريضة، بس على أساس أن احنا نقدر نجيب معلومة أنه وش صار. الأطباء بس عشان أوصل لكم الصورة، الأطباء اللي موجودين في المنتخب السعودي 3، وهم كلهم طبعا سعوديين، نتكلم على الدكتور صالح الحارثي، هذا مشرف الجهاز الطبي في المنتخب الدكتور صالح الحارثي، ونتكلم على الدكتور جمال خليفة، ونتكلم على الدكتور مبارك المطوع. الثلاثة هذول شاركوا في إصدار أو أنهم طلعوا تقرير في حالة سالم الدوسري، لكن اللي أشرف على التقرير اللي هو الدكتور صالح الحارثي. نروح للموضوع. الموضوع طبعا إيش نوعية الإصابة. الجولة. طبعا الموضوع طلعت اخبار، يعني ما نعرف هل هي رسمية او غير رسمية، لان انتم متعارفين يعني صارت الان الصورة ضبابية، يعني يقول لك والله طلعنا تقرير او ما طلعنا تقرير عن حالة سالم الدوسري. طلعت في المواقع وطلعت هذا بشكل اجتهادي، وقالوا ان سالم الدوسري يبتعد عن الملاعب 3 اسابيع، وقالوا ان الكشف المبدئي يقول ان اللاعب عنده تمزق جزئي ويحتاج الى راحه وفتره تاهيل 3 اسابيع. اللاعب تم انضمامه للمنتخب سالم الدوسري، وشفناه جاب عكاز لكن بدون جبس، ما كانت مجبس رجوله، كان بجبس. وش صار بعدها؟ تم الاستغناء عنه قبل بطوله OSN الدولية. اللي صار بعدها أن اللاعب يوم 1 سبتمبر دخل غرفة العلاج الطبيعي، هذا بعد ما رجع من المنتخب، يعني قالوا له خلاص أنت طلعت من المنتخب مستبعد من المنتخب. وش صار فيه؟ يوم 1 سبتمبر دخل سالم الدوسري غرفة العلاج الطبيعي لمدة 3 أيام، من 1 إلى 3 سبتمبر، ركزوا معي في التواريخ. يوم 4 سبتمبر دخل سالم الدوسري لتقوية مفصل القدم بدراجة الهوائية طبعا لمدة أسبوع، يعني من يوم 4 إلى يوم 10، من يوم 1 إلى يوم 3 سالم دخل غرفة العلاج الطبيعي لمدة 3 أيام، جلس فيها في غرفة العلاج، يسوون العلاج الطبيعي 3 أيام، من يوم 1 إلى يوم 3. اليوم 4 جلس على اللي هو تقوية المفصل القدم بالدراجة الهوائية لمدة أسبوع، من يوم 4 إلى يوم 10. بعدها دخل تمارين جماعية من يوم 11 إلى يوم 13، يعني يوم 11 و12 و13 3 أيام تمرن تمارين جماعية. يوم 14 اللي هو أمس لعب المباراة، هذا اللي صار. الآن فهد المفرج المدير الإداري في نادي الهلال وش قال؟ قال أمضى 2 أسبوع في برنامج العلاج والاستشفاء واللياقة، واستغرب في من يشكك في أمر إصابة سالم الدوسري، مبينا أن اللاعب كاد أو كان جادا ومنضبطا وحريصا على العودة، ولم يكن هناك أي تقرير يؤكد ابتعاده 3 أسابيع. يعني يقول أن هذه كلها اللي طلعت في الإعلام طلعت اجتهاد من ناحية 3 أسابيع. عموما أنا ما ودي أدخل فيها بكل أمانة، الواحد يتكلم في الموضوع هذا على أساس أننا لا نقعد نسير المواضيع مثل ما بعض الناس يبغون. اللي صار الآن في الموضوع
سالفة أسبوعين ولا سالفة ثلاثة، أنا قعدت أشوف كل الأخبار اللي صارت أمس، أبي أشوف هل أحد اتطرق أنه سالم الدوسري كان يقدر يلعب في بطولة OSN الدولية ولا ما كان يقدر يلعب. إذا كان سالم الدوسري كان يقدر يلعب في بطولة OSN الدولية وما لعب فهي مصيبة، هذه فيها تلاعب على مصلحة الوطن، هذه ما فيها نقاش. لكن الآن اللي تبين حسب تصريح مدير الكرة في نادي الهلال أنه لاعب دخل غرفة العلاج من يوم 1-3 وهذه أثناء فترة بطولة OSN، وعندك من يوم 4 إلى يوم 10 كان على تقوية المفصل، وبعدين من يوم 11 إلى يوم 13 دخل التمارين الجماعية ولعب مباراة يوم 14، يعني هو انتهى ودخل التمارين يوم 11. بطولة OSN متى انتهت؟ يوم 9، يعني بعدها بيومين، يعني اللاعب ما كان جاهز، يعني ما في، يعني واضح من الكلام اللي صار سواء في مواقع التواصل أمس أو حتى اللي صار في البرامج التلفزيونية للأسف كلها سالفة انتماءات، أنه خلاص والله شفناه أنه كان موجود بعكاز، ممكن يا أخي الدكتور قال لي يا أخي أول 3 أو 4 أيام لا تجهد المفصل ولا تمشي عليه، حتى دليل أنه ما جبسه. لكن أنا أتكلم هل هو جاهز لبطولة OSN الدولية؟ ما كان جاهز. ممكن دكتور المنتخب يقول له والله تحتاج 14 يوم أو خلينا نقول 3 أسابيع، لنفرض أنها مشت 3 أسابيع، وممكن دكتور الهلال قال له والله تحتاج، أنتوا عارفين 3 أسابيع كم؟ 20 يوم، صح ولا لا؟ ممكن دكتور الهلال يقول له والله تحتاج 17 يوم، يعني فرق 3 أيام. استجابة اللاعب هذه كلها نتكلم كلها سواء أسبوعين أو 3، ما هي قضية. القضية هل اللاعب كان من المفترض أنه يلعب بطولة OSN الدولية مع المنتخب؟ إذا كان من المفترض وجاهز هنا نوقف عنده ونقول كارثة. لكن اللاعب أثناء ما حتى ما بعد بطولة OSN الدولية هو ما دخل التمارين الجماعية، يعني دخل اللاعب التمارين الجماعية في نادي الهلال بعد نهاية بطولة OSN الدولية 3 أيام. يا جماعة فكونا عد من الانتماءات حقت الأندية هذه، وهذا هلالي وهذا نصراوي وهذا اتحادي، واللي يكتب لي أمس على تويتر يقول لي شوف المهنية، لازم أكون مهني أن أقول لا والله مفروض فيه تلاعب من طبيب المنتخب؟ أنتم الآن قاعدين تتكلمون على طبيب المنتخب سواء الدكتور صالح الحارثي أو جمال خليفة أو مبارك المطوع، يا جماعة الخير قاعدين نتكلم على 3-4 أيام فرق، واللاعب ما كان جاهز لبطولة المنتخب الدولية. الجولة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة، نذكركم بأرقام التواصل STC 8-3-4-8، موبايلي 630-590، زين 7-3-22-22. في الرسائل جاتنا على SMS راح ود يعني أقراها، بس أتمنى أنه اللي يرسل الرسالة يكتب اسمه بس على أساس أني أعرف أقول يا فلان أو يا أبو فلان، تعرفون يعني. في هنا رسالة يقول لي أن ليش دافع عن كل ما يمس الهلال ولعيبته ومدربه بدليل قضية سالم الدوسري ليست بالموضوع الهام مثل قضايا أخرى أهم منها، ولكن بما أنها تصب في دفاعنا. لا يا غالي أنا ما أعرف جسمك، بس أنا السؤال يعني أنت لو تجيب أي مشجع من أكبر مشجع إلى أصغر مشجع وتقول أبرز قضية في الوسط الرياضي الخاص بكرة القدم من أمس إلى اليوم، راح يقول لك عكاز سالم. تقول لي في قضايا أهم منها، في قضايا أهم منها إذا قلناها بصفة عامة أو في أيام ثانية، لكن أتكلمها في هاليومين، أتكلم في هذه اليومين الأهم وأبرز قضية تحدثت عنها كل البرامج اتكلموا على عكاز سالم. لكن انا بقول لك شيء، انا بسالك سؤال بشكل مختلف، كل البرامج التلفزيونيه اللي قالت ان سالم الدوسري او في شبهه في موضوع سالم الدوسري وعكازه مع المنتخب وانه اللاعب ما كان مصاب، اخذتوها بروح رياضيه. ليش؟ لان اتكلم على ميول انها ماشي مع ميولكم يعني. لكن اتكلمت انا بما ان اتكلمنا انا، صدقني ما جبت الكلام هذا من راسي ولا جبت الكلام هذا كذا من بنات افكاري قمت وتخيلت انه والله اللاعب. انا قاعد اتكلم بعد ما كلمت دكتور المنتخب وتواصلت، وتعرفون يعني دكتور المنتخب ما راح يتدخل في مثل هذه المواضيع ويرفض انه يتدخل. لكن اتكلمت وجبت كل شيء، جبت الاعلام وش قال ايام اصابه المنتخب اللاعب، وتكلمت اللاعب متى دخل غرفه العلاج ومتى طلع من غرفه العلاج ومتى دخل على الدراجه عشان تقويه المفصل ومتى دخل التمارين الجماعيه، يعني نتكلم على 13-14 يوم، يعني اسبوعين، يعني اللاعب كان ما يقدر يلعب بطوله OSN. هذه وش فيها؟
هل أنا من المفترض أني أكذب عليكم وأقول لكم اللاعب كان يتمرن في نادي الهلال وما دخل غرفة العلاج ولا لعب على الدراجة ولا دخل التمارين الجماعية عشان أطلع أوكي وأطلع الأمور كلها طيبة وأطلع زي البرامج الثانية؟ ما تعودت. لكن صدقوني والله العظيم سالم الدوسري لو هذه صارت ولا طبيب المنتخب طلع تقرير غير أو أني وصلت لهذه المعلومة صدقوني ما راح أخليها. لكن ما راح أتكلم بسبب انتماءات عشان هلال ونصر وأهلي واتحاد، لا. هذا بالنسبة يقول لي مزيدا من الرقية أبو نهار، والله كان ودي بس تقول لي اسمك عشان أقول لك شكرا أتقبلها منك. في واحد يقول لي ثامر حتى بالنسبة لنجاح سامي الفيصل يحرج الهلال والاتحاد مقياس، أتفق معك الاتفاق مقياس، لكن الأكثر مقياس بالنسبة للهلال إذا لعب الهلال مع النصر الآن، تكلم على وصيف الدوري وأكثر جاهزية وأكثر ثبات في المستوى النصر. الاتحاد تتكلم على مستوى مباريات الهلال والاتحاد وكلاسيكو الكرة السعودية وتكلم عن التنافس بين الفريقين، هذه ما فيها نقاش. لكن أتكلم على الآن اليوم الفترة هذه، أتكلم المقياس بالنسبة للهلال نادي النصر وليس نادي الاتحاد. ليش؟ لأن النصر الآن فريق ثقيل. بتقولون لي لا وناخذها من ناحية انتماءات وانت تتكلم، والله ماني بقاعد انقص او اني قاعد انتقص من نادي الاتحاد، لا الاتحاد بس كلمة حق الواحد يقولها. الان النصر اجهز والنصر الان اثقل داخل الملعب بكل امانة. ناخذ اتصال من معنا. اسماعيل تفضل. اسماعيل الو، حياك الله اسماعيل. سلام عليك، طولتوا معليش، سامحني اسماعيل تفضل. أي مشروع النقاط بس كنت باري شيء مفروض سالم والمنتخب والفرق والدوري عندنا يعني بطولة دوسين هي بطولة ودية صح؟ الإسماعيل بطولة ودية بس عندي لا بس أنا أقولك بكل أيوة أنا معاك بس إنه لا بس حتى لو كانت ودية معليش ما يحق لدكتور المنتخب ولا يحق للاعب انه هو يتقاعس عن المشاركه بكل امانه. انا معاك انا معاك في هذا، بس انه اللاعب يعني حتى هو قال لك ما حد قال له ياخذ عكاز، هو من حاله اخذ العكاز. يعني هذا التصريح اللي طلع ثاني شيء، مستحيل واحد يعني يدعي لنفسه الاصابه، لا تمرض وتمارض وتموت يعني وادي راط ماله في النهايه ليش يكذب يعني. طب في واحد هنا كاتب لي يا اسماعيل يقول لي انه المفروض انك تتناول مواضيع اهم من هذه، يعني في قضايا من امس الى اليوم اهم من عكاز سالم تشوفها؟ ما في، مو هي المشكله في اثار الموضوع، راح بعكاز قالوا اخذوا واحد مصاب للمنتخب، رجع من المنتخب قدم مستوى عالي قالوا لا بيكذب، يعني انت في النهايه الناس صارت كل واحد من الكتاب صار مسوي ايه يعرف ايش فيه في داخل النوايا. خلاص كل الناس صارت تفهم في النوايا، صار يعرف، وزي لما تقول انا اعرف شخصية الانسان من خط يد صار يعرف النوايا كمان. اي كاتب قام قال الحكم الفلاني متقاعس مع الفريق الفلاني لا عشان الفريق، خلاص انتوا خشيتوا في النوايا، بركة انه علام القيوب هو اللي عارف بالنوايا والناس لو صارت مشاكل أصلا. صحيح، كان فردنا صفحات للنواية والله. وتاني موضوع اللي كنت من أول أبغى أتداخل على موضوع الاتحاد، 70 يوم قاعدين يشدوا المشجع الاتحادي، آخر 4 ساعات الأبطال وحل المشكلة. سيناريو كل سنة لازم يصير من الاتحاد، هذا اللي ضيع الاتحاد على فكرة. صحيح على الأشياء والله. وتاني جيب نرجع لإصابة سالم، أمس روني لعب مباراة مع اليونايتد وكان عنده مباراة تصفيات كاس العالم بس كان مصاب وباين الرباط ربط في رأسه ولعب، ليه ما قالوا روني متقاعس؟ بس كتاب عندنا بس هم اللي عدموا الكورة. لا وانتماءات يعني مثلا أقول لك لو كان يعني سالم الدوسري، يعني خلينا نقول لك مثلا لو طلعنا في برنامج اليوم وقلنا لازم مساءلة الطبيب المنتخب، يعني أنا قاعد أتكلم لو أن طلع مثلا تقرير غير الحالة أو مثلا طلع تقرير أنه اللاعب يقدر يلعب وما لعب مع المنتخب أتكلم، لكن الفترة يعني الناس قاعدين يتهاوشون على 5 أيام أو 4 أيام انه اللاعب لا رجع قبلها لا ما رجع بعدها. وعلى فكره حتى الاخبار في ناس يقول لك هنا ابو مها، عشان ابو مها لا تقول اني شرطت من رسالتك، ابو مها يقول انا اول مره اشوف لاعب يغيب اسبوعين ويرجع لها قفل. لا ابو، لا ابو مها ميب كذا، ترى حتى الاخبار اللي طلعت ايام اصابه سالم الدوسري واستبعاده من المنتخب قالوا فتره تاهيل وعلاج 3 أسابيع، لاحظ تاهيل وعلاج
مو بس علاج، لأنه لو قال لك 3 أسابيع علاج يعني يبغى له أقل شيء أسبوع أسبوعين على حسب الحالة عشان تأهيل. لكن الكلام اللي طلع في الصحف وفي المواقع التواصل أيام استبعاده من المنتخب قالوا 3 أسابيع فترة تأهيل وعلاج. هذا من الصحف يعني ما طلع. هذا ما طلع، أنا والله بحثت الهلال. يمكن طلع وأنا ما أدري عنه، والله بحثت أنا. لا ما طلع معنا. لا من المنتخب ولا من الهلال. قال لك إنه يحتاج إنه 3 أسابيع ولا شيء، وعادي الآدم قال لك استجاب للعلاج. وغير كده هو راح المنتخب يعني في النهاية راح المنتخب وكشفوا عليه في المنتخب. يعني المنتخب مر طبيب المنتخب هلالي رد سالم ويرد 7 الهلالية اللي راحوا للهذا طلع لهم تقارير انهم مصابين ورجعوا. سلام عليك اسماعيل، انت وش تشجع اسماعيل؟ هلالي انا ما شاء الله. طيب يعطيك العافية اسماعيل. شكرا شكرا لك. ناخذ اتصال من معنا راكان، تفضل يا راكان. الو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا راكان. كيف حالك يا اختام؟ بخير الله يبارك فيك. اول شيء اشكرك على البرنامج اللي اكثر من رائع صراحه. تسلم يا راكان. لا انت اول شيء ابي اتكلم عن قضيه سالم الدوسري. يعني عادي قضيه، يعني قضية هذه تصير في اي في كل ملاعب العالم. بس كذا الاعلام السعودي هو اللي يبغى اي قضيه اي شيء يبغى يتكلم فيه. وانا بس حبيت يعني ابغى اسالك عن 3 أشياء. تفضل تسالني انا اذا تسمح لي. ايوه تفضل. اول شيء شو اسمه اول شيء مسارو المحترف الاهلاوي. ايوه يعني هل يعني الاداره الاهلاويه اخذته عن قناعه كامله؟ يعني اللاعب هذا هذه تعقدت يعني، لانه انا عن نفسي وكثير مو مقتنعين باللاعب هذا. ركان يعني كثير من الجماهير، انا اهلاوي وكثير من الجماهير الاهلاويه مو مقتنع باللاعب هذا. يعني ركان شوف انا بقول لك في بعض الاحيان تكون كذا تعاقدات يعني تحسها كذا ما ادري وش اسميها فوق البيعه، تعاقدات تمشي حالك خاصه يعني انت عارف يعني باللاعب. لا انا يعني هو كان صراحه دوري ابطال اوروبا تابعت له كذا مباراه يعني كان كويس بس مو بشرط مو بشرط مو بشرط يعني ركان مو لسه تونا كنت مشكله في خطه ركان هو بريرا. ركان في الـ 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 انا ما ودي ادخل في الامور الفنيه بس انا اقول لك مو بشرط يعني ممكن اللاعب يعني كيف اوصل لك يعني ممكن اللاعب في كثير من الانديه عندنا وصارت مع الاتحاد وصارت مع النصر وصارت مع الهلال ايضا انه يجيب لك يقول لك والله النادي جايب هداف في الدوري البرازيلي. يعني الدوري البرازيلي تعرف منتج كل اللاعبين ثقال يعني فتشوف ان وفي موهب كثيره يقول لك والله احنا جايبين افضل لاعب في الدوري البرازيلي ولا هداف الدوري البرازيلي وتيجي تشوفه هنا مو قادر يلعب كورتين على بعض. فمو بشرط انه ممكن يكون اللاعب كان مقدم مستوى في ابطال اوروبا وغيرها انه ممكن هو يعطي هنا او حتى الفتره اللي جاها او الابداع. يعني في مثلا ايمانه يوم جاء الهلال جابوه لاشرطه يعني كان اللاعب وكل الناس يعني ابهرت فيه لكن في النهايه كان قبل فتره طويله اللاعب يمر في كثير من الاحوال او في كثير من الاوقات بفتره فنيه عاليه المستوى وممكن يطيح فيها. فما احنا بنجيبه بعد ما طاح ونقعد نشوفه قبل 3 أو 4 سنوات والله كان مبدع هناك. طيب وبالنسبه عندي سؤال ثاني اللي هو بالنسبه لمختار فلاته اول مباراه يعني مع الشباب اللي سجل سوبر هاتريك ويعني كل الاعلام والجمهور الاتحاد يعني رفع في السماء. ويعني ودحين المحترفين كلهم هجوميين يعني زي جيبسون والثاني هذا اللي هو المهاجم الثاني كلهم مهاجمين. يعني وين مختار وين بيكون مختار من يعني في التشكيله؟ انت تشوف انه في يعني تعدد يعني في المراكز يعني جايبين محترفين اجانب مكان المحليين. ايوه جايبين وعنده يعني عندهم سلمان الصبيان يعني ما شاء الله تبارك الله يعني يعني نجم ما شاء الله تبارك الله. اي نعم بس ان هم يشوفون مختار فلات يعني عنده حس تهديفي يعني مره عالي بس يعني تكلم انت على مهاجم بس اشوف عاده انا بقول لك شيء ركان عاده مهما كان عندك مميزين من اللاعبين المحليين في خط الهجوم دائما تلاقي الانديه تلجا للمهاجم الاجنبي. عرفت شلون؟ يعني يكون عندك مهاجم اجنبي وتلعب معاه مهاجم ثاني على حسب خطه المدرب اذا كان يلعب 2 مهاجمين او مهاجم واحد. فدائما يكون عندك مهما كان عندك مهاجمين محليين مميزين دائما الانديه تلجا لمهاجم عاد تسميها عدم ثقه. ايوه نفس حركه الاهلي لما جاب فيكتور عماد وكان عنده يعني كان عنده حسن الراهب ومالك معاذ ويعني ومهاجم ثالث. والله بس بيني وبينك تبي الحق ركان مغلقين. أيوه؟ يعني بصراحه يعني نتكلم بكل امانه حسن راهب كان يعني حسابات اي بس حسن يعني راهب بس انت ما تيجي مثلا تقارنه بالاثنين. لا انا اجيب 2 مهاجمين محترفين اجانب وثلاثه ليش؟ لانه صراحه في اخر الايام الراهب وحتى
الملك معاذ ما كانوا في في المستوى. يعطيك العافيه. طيب ركان. وكمان بسالك عن حاجه على السريع عشان عندنا فاصل. طيب بالنسبه في يعني هل في يعني في قصه يعني سمعتها وقراتها في كذا يعني مواقع التواصل عن لاعب عبد الوهاب الفريدي. عبد الوهاب الفريدي هذا الاخ الاصغر لاحمد الفريدي. اقول لك انا التفاصيل. إيه؟ انت سبقتني، انا كنت بقولها قبل اطلع الفاصل. عبد الوهاب الفريدي هذا لاعب في الفئات السنيه في نادي الهلال وهو شقيق احمد الفريدي، يلعب في اولمبي الهلال. صارت المشكله بينه وبين الهلاليين واعطوا له مخالصه وطلع من نادي الهلال. الان كان في كلام يقول انه بيروح الاتحاد، لكن الاهلي لا التوقيت يا اخ ثامر. لا بس حق المخالصه. ليش شوية التوقيت؟ التوقيت قبل يعني قبل ما تنتهي الفترة يعني ساعة أو أقل من يعني أو ساعتين تقريبا. أنت قصدك يعني قصدك إن فيها يعني حرجوا نادي الهلال. ايوه انما يروح. يعني انا ما علي عد وش اللي صار منهم هذه، بس انا اتكلم. لا يعني نبغى يعني توضيح من إدارة الهلال اذا تقدر يعني. طيب بس انا اقول لك ان انت اهلاوي صح ولا لا؟ إيه نعم. الأخبار اللي عندي تقول إنه الأهلي يضع لمسات الأخيرة صفقة عبد الوهاب الفريدي. والله ما قد شفته يلعب، وإذا كان زي أخوه يعني نتمنى. لاعب فنان بصراحة، بيني وبينك اللاعب مكسب لأي فريق، تستاهلون إذا جاب. يعطيك العافية. طيب يعطيك العافية. شكرا يا ركان. ذكر برقم التواصل STC 8-3-8 موبايل 630-590 زي 7-3-22-22. نرى الفاصل ونرجع مرة ثانية في برنامج الجولة. أنت تستمع إلى ميكس أف أم الآن حصريا لحاملي بطاقة جرير سامبا الائتمانية، خصم مع الجولة. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة. نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في برنامج الجولة STC 8-3-4-8 موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 7-3-22-22. نتائج مباريات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل. الفيصلي والهلال 3-1 للهلال، النصر والنهضة 4-1 للنصر، الاتحاد والفتح 4-2 للاتحاد، الاتفاق والشعلة 1-0 للاتفاق، نجران والتعاون 2-1 للتعاون، الشباب والرائد 5-2 للشباب، الأهلي والعروبة التعادل الإيجابي 1-1. هذا بالنسبة للمباريات. حضور الجماهير في الجولة الثالثة، أعلى حضور جماهيري الاتحاد والفتح اللي كانت على ملعب الشرائع في مكة حضرها 6783. تخيلوا أعلى حضور جماهيري 6700. وين أيام ما كنا نشوف المدرج يعني أقل شيء يعني نقول نص، بلاش أقول فل يعني خلينا نقول نص، وكان نقول والله ها يعني يمشي الحال. 6700 وأعلى حضور جماهيري الاتحاد والفتح. المركز الثاني النصر والنهضة 3700. تخيلوا المركز الثاني كحضور جماهيري النصر والنهضة 3700. المركز الثالث الفيصلي والهلال 2400. تخيلوا 2400. الأهلي والعروبة كلم على ملعب الشرائع في مكة والجمهور 1483. الشباب والرائد 932. تكلم عن حضور جماهيري. نجران والتعاون 560. الاتفاق والشعلة 376. هنا نايف الغامدي نايف وصلت رسالة، بس نرجع نفس اللي قاله اللي قبلك يعني بسالفة الأندية والميول. ناخذ موضوع الحكم إن شاء الله، يمكن نلاقي إجابة شافية بخصوص حكم مباراة الكأس الأمير فيصل بن فهد.
مباراة الهلال والفيصل. ينضم لي الآن رئيس لجنة الحكام الأستاذ عمر المهني. حياك الله معنا أستاذ عمر. حياك الله أخي. سعداء بتواجدك معنا. وأنا أسعد الله. الله يسلمك أستاذ عمر. يمكن الحين لجنة الحكام يمكن أكثر لجنة يتكلمون فيها الناس صح ولا لا؟ ما تصدقون على الله تشوفون أي خطأ. ما عندنا مشكلة. برنامجنا قايم على الله ثم على المشاكل. بس أستاذ عمر. لا ما في مشكلة. تسلم أستاذ عمر. بالنسبة لل يعني الأخطاء الحكام يعني يتكلم بكل أمانة هي موجودة في الثلاث جولات في دوري عبد اللطيف جميل وتكلمنا عنها. وأنا بقول لك يعني يمكن عشان لا تقول والله إحنا تكلمنا من وراك. أنا قلتها واستغربت على مباراة الهلال أمس إنه أول كان في أمور يكون فيها شك. وأنا عارف انك انت ما راح تتكلم على اخطاء تحكيميه لكن انا بحب اني اوصل لك اياها في امور. يعني اللاعب مثلا متقدم عن لاعب بيده, متقدم عن لاعب بظله, متقدم عنه في بجزء من الجسم, لكن نتكلم انه لاعب متقدم عن مدافع او متاخر عن مدافع نص متر وما ينتبه لها اللاين. بكل امان استاذ عمر كثير من المتابعين زعلانين على موضوع رجال الخط, يقول لك انه ما يركزون بشكل واضح. شوف لا لازم نتعرف ان احنا معترفين ان في اخطاء الجوله الاولى والجوله الثانيه, ولكن بكل امانه مش الاخطاء يعني بالصوره اللي اثارت من بعض الاعلاميين. الجوله الثالثه طبعا يعني انا اتوقع زي ما قلت لك ما راح اجاوبك على حالات معينه, ولكن اتوقع ان التحكيم كان بشكل افضل من الجوله والثانيه. برضو في بعض الاخطاء, وزي ما قلت انت هي الاشكاليه ان بعض الاخطاء ما تكون مقبوله, وخاصه لما تكون في الامانه لما تكون من حكام اصحاب خبره حكام دولينا. ولكن ارجع واقول لك ان 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 احنا نبغى يعني النقطه الاساسيه ان الاخطاء لا تكون مؤثره على نتيجه مباراه, هذا اللي نسعى لها, وان الاخطاء لا تكون مكرره. يعني مثلا في الجوله الرابعه راح تكون في اخطاء, ولكن نتمنى ان ما تكون هذه الاخطاء من الجوله الاولى ولا الثانيه ولا الجوله الثالثه. طيب استاذ عمر الان بالنسبه للجولتين الاولى في دوري عبد اللطيف جميل كان في اخطاء اثرت على نتيجه المباراه, هذا اللي حاب اقوله. الشيء الثاني في تكرار, يعني شوف امس مباراه الهلال والفيصلي حاله الهدف او التسلل الى الان في نفس المنطقه وفي نفس هذا, يوضح انه في خلل في موضوع رجال الخط في تحديد حاله التسلل. يعني واضح انه في سرحان او في عدم تركيز, يعني ما ندري يمكن انت ادرى في هذه الامور. هي تعرف الحكام المساعدين واحنا هذا اللي يعني ركزنا عليه في الاجتماع الشهري ان احنا نركز في لحظه لعب الكره, لحظه لعب الكره من المهاجم الى زميله وليس لحظه استلام الكره. وقت طلوع الكره من اللاعب اي نعم لحظه لعب الكره وليس لحظه استلام الكره, لانه ممكن لحظه استلام الكره يكون الحاله صحيح, ولكن احنا القانون يعتمد على لحظه لعب الكره وليس لحظه استلام الكره. النقطه الثانيه برضو ارجع واقول لك استاذ, الجوله الاولى والجوله الثانيه كان في اخطاء, ولكن مش الاخطاء اللي اثارت يعني مثلا اذا جيت في الهلال والاتفاق والهلال الاهلي والنصر, هذا زي ما قلت لك صار في اخطاء, ولكن مش الاخطاء اللي اثارت من بعض الاعلاميين. هي الاشكاليه فقط كانت في طرد اللاعب اللي هو مختار فلات, وقلنا اعترفنا بالشيء هذا. الحكم كان تقديره خاطئ في وسط الملعب وليس تشوف هذه اثرت في نتيجه المباراه طرد مختار خلاته. ما اقدر اقول لك الكلام, انا ما اقدر اقول لك لان ما تدري يعني الامور هذه ما ولكن برضو ان الفريق مثلا يلعب ناقص عكس لما يلعب فريق كامل في الامانه يعني, ولكن ممكن فريق ناقص يفوز او العكس. ولكن برضو هذه بندخل فيها استاذ عمر, تعرف الحظ الفريق واجواء المباراه وتفرق مباراه مباراه, يعني انظلم الاتحاد بس ان شاء الله انهم يعوضونها. ما اقدر احدد الوقت هذا, ولكن نتمنى ان شاء الله ان الاخطاء ما تتكرر ان شاء الله. استاذ عمر موضوع مباراه الهلال والفيصلي ايوه طبعا صار هو في سوء فهم من الذي بلغ الحكم. طبعا الاستاذ محمد سعد هو يبلغ رؤساء اللجان او مقررين اللجان الفرعيه. طبعا اليوم اكد الاستاذ محمد على اللي هو الاخ مشعل, ولكن زي ما قلت لك صار سوء فهم موضوع ان بلغتني او ما بلغتني, ولكن الحكم لم يبلغ
طب معليش استاذ عمر عشان الوقت، تشوف انه مقبول سوء الفهم هذا او غير لا مقبول؟ لا لا ما غير مقبول. راح يكون في قرارات؟ لا لا طبعا بدون شك. لا لا بدون شك. مين يتحملها؟ غير مقبول. انا يتحملها زي ما قلت لك، يتحملها اللي هو المقرر او المسؤول عن لجنه الحكام الفرعيه بمنطقه الرياض. الحكم اللي لم يبلغ، اللي كان مقرر المباراه هو يدير، من هو؟ خالد الطريف لم يبلغ. خالد الطريف طيب استاذ عمر، يعني برضو الحمد لله ان مثلا المباراه صحيح تاخرت، ولكن ما تاخرت بذيك الصوره، ولكن برضو كان من الاولى ان ممكن الحكم الرابع يعني يكون حكم ساحه، يعني ما ينتظرون النادي. ولكن زي ما قلت لك غير مقبول ان مثلا تصير اخطاء زي هذه الاخطاء. طيب استاذ عمر، دائما احنا ننقل ما يرغب فيه الجمهور بكل امانه والمتابع تحديدا لحمايه الحكم السعودي او للابقاء على الحكم السعودي، هل في ممكن انتم ترضخون الموضوع او فكره ان يكون في عقوبات معلنه للحكام؟ انا يا استاذ مش احنا يا استاذ، لازم الاخرين يقتنعون بالشيء. ليس حنا موضوع نعاقب الحكام، الاتحاد الدولي ما يعاقب الحكم، الاتحاد الدولي لما يخطي يعاقب الحكم، ولكن ما يعلن العقوب. الحكم الدولي لما يخطي في مثلا في مشاركه كاس العالم، ايش يسوي الاتحاد الدولي؟ ما يخليه يشارك في الادوار الاخرى، يقول له يعطيه تذكرته ويقول له توكل على الله فقط. احنا جالسين نعاقب الحكام، ولكن احنا ما جالسين نعلن العقوبه، ولكن المتابع للتحكيم يعرف الحكم لما يخطي وتكون اخطائه مؤثره يتم اسبوعين الى 3 أسابيع، ولكن نعلن العقوبه؟ لا ما راح نعلن العقوبه، ولكن حكم جالس حكام وحكام